بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هعرض عليكم شوية حاجات كده. ايه طبعا انا بصور من التليفون فعشان كده ايه ومن السيستم بتاع التليفون فعشان خاطر الموضوع يبقى سهل عليا. طيب، هي اسوأ شركة انا اتعاملت معاها هي شركة وايربول بصراحة، وبالاخص اللي هو ضمان بيبقى MTI تبع باناسونيك. طب هتقوليلي ليه؟ من اول ما اشتريت حاجة من عندهم وانا شايف ان الصيانة بامانة يعني حاجة فوق ما حد يتخيل. انا اشتريت غسالة كان بتاريخ 19/5/2019 تقريبا. المهم بعد ما اشتريت الغسالة زي ما انتوا شايفين كده، هي من 19/5/2019 تمام، من معرض جنب مني. المهم بعدها بثلاث شهور بالظبط لقيت فيه تسريب في اللي هو الدرج بتاع الغسالة. لما كلمته يا جماعة في 1 2 3 4، فقالوا لي والله ده انت فيه عندي رسوم زيارة 150 جنيه. طب ماشي، خدوا يا عم رسوم الزيارة 150 جنيه، مع اني ما كنتش متوقع ان يعني هيبقى في رسوم زيارة بعد ثلاث شهور ما حاجة تبوظ يعني حتى يبقى عندهم دم. المهم دفعنا رسوم الزيارة لحد ما هم جولي بعد حوارات كتيرة قوي 2/12/2019، وكان هي بايظة في 10 في شهر 10 او في اخر 10. احنا جايين لك يا فندم احنا مش عارف ايه. طيب وبعدين جم حاطين شوية سيليكون كده وخدوا نفسهم ومشوا. مفيش 5 شهور وايه اللي حصل تاني؟ بس هم ما كتبوش بقى في الورق ده، في الورقة دي 5 شهور بالظبط نفس المشكلة دي حصلت. طبعا السيليكون باظ، انا كده كده انت عارفين ان انا في يعني دي حتى قناة الالكترونيات، ما انت هتحط سيليكون كده كده بعد الضغط والحاجات دي هتنزل يعني هتبوظ. جه الراجل تاني، انا رفضت حكاية السيليكون دي. كلمني بقى هوريكم بقى ايه الحاجات التانية. طبعا هوريكم فيديو دلوقتي، سيبك ده هو حد كلمني من عنده، بس ده مقطع فيديو انا كنت مصوره. تخيلوا كده يعني مثلا ايه، واحد دلوقتي بيقول الله يرحمه بعت على ده شركة MTI. المهم تعالى شوفوا اي تعليق، افتحوا اي تعليق اكثر ملائمة لكل التعليقات. بص، اماكن صيانة وتغيير الشمع فلتر باناسونيك، شركة نصابة، اشتريت منها غسالتين، واحدة باناسونيك والتانية مش عارف وايربول، ومدفعت كل الرسوم التركيب ومدة سنتين، وواحدة باظت والتانية مش عارف ايه وعايزين ياخدوا 200 جنيه، وعطلت 5 مرة و7 مرة. هتلاقي مشاكل كل واحد كاتبين، واحد اسمه احمد ناصر ده اللي مروقهم تقريبا. تمام، ادي بص انا حتى صورت حتى ايه الشركة ده لسه في، انا عندي كمان مقطع فيديو هوريه لكم اللي هي باقي مشكلة ايه الغسالة، اللي انا قعدت سنة كاملة بجري ورا الغسالة وبجري وراهم عشان يغيروا لي درج. شوف انا ببعت، خش كده على اللي هو الصفحة بتاعت MTI اللي هي المشاكل بتاعت MTI تمام، اللي هي بتاعت باناسونيك. ما هي MTI دي باناسونيك وايربول، وهذا هو البقاء لله الله يرحمه. بص بقى هيكمل هتلاقوا حاجات كده غريبة في النص، شركة زبالة، شركة مش عارف ايه، الحاجات دي كلها تبقى مكتوبة. انا كده كده يعني خلاص ان انا خدت خلاص الغسالة وشكرا كده خلاص، وانضحك عليا زي ما بيقول واحد قال لك احسن دي حاجة في الدنيا، مع انها انت عشان تشتري اي جهاز كهربي بجد ما بتشتريش جهاز الكهربي، الجهاز الكهربي ممكن يعطل في يوم في يوم. بيقول ما تاخدش من عندنا شيء لان معاملتنا بالصيانة ازبل من الزبالة، اصل الكهربائيات عندنا بتبوظ من اول سنة والله العظيم، وتقت واستحملت مرات الصيانة والنصب عينك عين عينك. تخيلوا عشان تشتري جهاز كهربي لازم 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 تكون متأكد ان ضمان كويس، الجهاز الكهربي ممكن يتعطل في يوم في يوم. فانت دلوقتي انا بكلمكم ان ضمان الناس دي، الضمان بتاع الناس دي مش ضمان، الناس دي ما عندهاش ضمان ولا عندها ضمير، الناس دي ما عندهاش لا ضمار ضمان خالص. اسف، هو برضه نفس الشخص كاتب لهم في كل حاجة شركة زفت وخدمة صيانة ملهاش لازمة وخدمة عملاء ما عندهمش ذوق ولا أخلاق، هما باعتين بيسوقوا منتجات على الفاضي.
طيب هكملكوا بقى المشكله. المهم جه كلمني حد بعدها، انا طبعا رفضت، قلت لهم لا انا مش، انا عندي مشكله في الدرج، وانتوا كل شويه عايزين تاخدوا 150 جنيه عشان تحطوا شويه سيليكون وبتاع، طب ما انا احط شويه السيليكون ده. قال لك هيبقى بره الضمان. قلت له ايه اللي بره الضمان؟ المهم كلمني حد من المركز اللي جنبه، هو مركز دسوق، كلمني قال لي ايه، قال لي حضرتك ادفع ال 150 جنيه وهيجي لك الفني عشان يحط السيليكون، وده طبعا من شركه بتاع واير بول العالميه والحكايه والكلام الفاضي ده، وبعد كده ارفض قول لهم لا انا عايز اغير الدرج. قلت لهم لا يعني انا مش ولا هدفع 150 جنيه ولا عند بابا الكلام ده. ده الكلام اللي انا قلته. تمام خلاص، خلصنا احنا برضو من الموضوع ده، خلصنا منه. كلمني حد من الشركه بقى. طبعا انا كلمت حد، كنت انا ساعتها بقى بتعلم صيانه كده، صيانه الموبايلات والحاجات دي، فكلمني حد من الشركه، دخلت على الصفحه دي وكلمت حد. المهم هتسمعوا الكلام بيني وبينه عامل ازاي، ولا والموضوع ده مرفوض ومش مرفوض، وانتهينا المكالمه ان حد هيكلمني مش عارف منين، والموضوع اللي اتقال عليه ده مرفوض ومش مرفوض. خلصنا ماشي يا عم، مرفوض مش مرفوض. الموضوع يوصل كتير من مكالمة الراجل ده، تقريبا كان 8 شهور المشكلة ما تصلحتش. فين بعد 8 شهور كلمني حد؟ طبعا الغسالة كل ده بتنزل مية ومبوظة الدنيا يعني. تمام، وانا دايما بجيب سيليكون وبحط سيليكون كل شوية بحيث انها ايه تبطل كده تنزل مية وكده. المهم بعد كده مخلص ايه 8 شهور جالي حد، احنا تبع الصيانة يا فندم، تعالى يا عم. ده بعد 8 شهور يعني، بعد احنا كلمنا كملنا سنة بالظبط. اتفضل يا باشا، احنا هنغير الدرج، تعالى يا عم. المهم ايه، جالي عربية قدام البيت تبع مكتوب عليها شركة ام تي اي ومش عارف ايه والكلام ده كله. ماشي، جه مغير فعلا درج، بس الدرج مش عايز يطبع، الدرج اللي بيدخل الدرج بيبقى من جوه، بس اللي هو المجرى نفسها الدرج لما دخل مش عايز يطبع. قال لي يا باشا مع الوقت هيطبع ومش عارف ايه. قلت له ماشي خلاص. المهم هو مشي وانا ما حطيتش في دماغي، يا ستي عندي في البيت يا ستي هيطبع وخلاص مع الوقت وخلاص وخلصت. ماشي تمام، قالت لي ماشي. شويه ولقيت برضو الدرج بينزل ميه، قلت له اكيد بقى ايه هي الغسالات دي كده، والغساله دي اساسا ايه فيها عيوب وفيها حاجات كتير. المهم ببص بعد فتره طويله وهي بتنزل ميه وبقيت احط شويه سيليكون وكده، ببص تاني لقيت ان الدرج الجديد مليينه سيليكون، وفعلا ان هو مش راضي يطبع لان في سيليكون جوه. والله العظيم زي ما بقول لكم كده، في سيليكون جوه. انا استغربت، انا كشخص ايه ده، ايه الناس دي؟ طبعا دي شكل الغساله بتاعتي، لو انتوا خدتوا بالكم بصوا من كتر تسريب الميه، ده تسريب الميه. انا لسه ما حضرتش المشكله اللي بعد كده، خدوا بالكم يعني في مشكله جايه لسه. بصوا تسريب الميه من الدرج، طبعا بحط سيليكون على طول. يعني بوريكم شكل الغساله، هتلاقوا بقى الميه بصوا بوظت خالص. بصوا واخدين بالكم؟ طب دي مشكله واحده، انا لسه ما كملتش باقي المشاكل وباقي اللي حصل. طبعا انا عرفت ان هم بص حاطين كميه ايه سيليكون جوه، وزي ما قلت لكم وخلاص ادي الضمان برضه اهو. ضمان ايه؟ ام تي اي. تمام، والضمان مخلص. دي لحد دلوقتي المشاكل بالنسبه لي في الغساله ولا الهوا. تمام، لسه الجديد. انا بس هوريكم كمان حاجه تانية. تمام، يعني انا هطول شويه الفيديو بس هوريكم كل حاجه، عشان يمكن اكون انا مثلا غلطان يعني غلطان. تمام، هو قال لي هنا ده مظبوط الدرج، بس في كمان كانت المشكله دي اللي قعدت سنه وقال الناس غيرت الدرج وكانوا حاطين في سيليكون. دي الجديده بقى، ده الموضوع الجديد. تمام، ده لسه الموضوع الجديد، السيريال والحاجات دي كلها ده موضوع لسه جديد. انا ده الجديد بقى اللي هتتضايقوا منه. اسمعوا هنا بقى، ده الراجل اللي كلمني. تمام، هو بيكلمني لو حضرتك قابلتك اي مشكله معاهم هنا المساعده. كان في كلام بعد كده وكاتبين هنا فوق، هو شكله تقريبا طلع من الشركه، ما اعرفش ايه اللي حصل يعني. تمام، تم ابلاغ ان انا اتواصل مع حضرتك. ايوه تم التواصل، مش عارف، العفو يا فندم، لسه الموضوع شكرا لذوق حضرتك، الكلام ده كله احنا ايه بنثبت في بعضينا يعني. تمام،
شوف كل الكلام ده انت شايفينه اهو، انا عندي مشكله في الصيانه، قلت لي لو في اي حاجه هرجع لحضرتك، قال لك اكيد يا فندم. كان كلمني بقى حد من ايه، من الشركه. القصه القصة ما ما فيها ان فيها انا ان انا اتكلمت اتكلمت مع مع الفني الفني بتاع بتاع النهارده، النهارده، قال قال لي لي ايه ايه المشكله المشكلة اللي اللي عندك، عندك، قلت قلت له له مشكله مشكلة كذا، كذا، المشكله المشكلة دي دي قديمه. قديمه. تمام، تمام، ده اول اول واحد. واحد. قلت قلت له له ان ان اللي اللي محتاجه محتاجه اغير اغير الدرج الدرج اللي اللي فيه فيه مشكله. مشكله. كلمني كلمني واحد واحد من من شويه شويه اسمه اسمه محمد محمد من من مركز مركز صيانه صيانه دسوق. دسوق. كلمني كلمني قال قال لي لي ايه ايه المشكله المشكله عندك، عندك، قلت قلت له له المشكله المشكله عندي عندي كذا كذا وعايز وعايز اغير اغير الدرج. الدرج. قال قال لي لي خلاص خلاص مفيش مفيش مشكله، مشكله، انا انا اللي اللي عندي عندي 150 150 جنيه جنيه هتدفعهم، هتدفعهم ال ال 150 150 جنيه جنيه هيجي هيجي لك لك الفن الفن هيشوف هيشوف العطل العطل فين، فين، وبعد وبعد ما ما يشوف يشوف العطل العطل فين فين هيقول هيقول لك لك ممكن ممكن يعرض يعرض عليك عليك السيليكون، السيليكون، يحط يحط سيليكون سيليكون بار بار زي زي المره المره اللي اللي فاتت، فاتت، وبعد وبعد كده كده انت انت هترفض. هترفض. بعد بعد ما ما ترفض ترفض انت انت هتيجي هتيجي في في مره مره تانية تانية هتعمل هتعمل ايه؟ ايه؟ المره المره اللي اللي بعدها بعدها على على طول طول هتقول هتقول له له لا لا انا انا مش مش هشغل هشغل سيليكون سيليكون ويروح ويروح للشركه، للشركه، يعني يعني المفروض المفروض انا انا ادفع ادفع فلوس فلوس وبعد وبعد كده كده انا انا ارفض، ارفض، وبعد وبعد ما ما ارفض ارفض بقى بقى انتوا انتوا تشوفوا تشوفوا تكرروا تكرروا ايه؟ ايه؟ لا لا انا انا قلت قلت له له مفيش مفيش كلام، كلام، ولا ولا هدفع هدفع 150 150 جنيه جنيه ولا ولا التركيب التركيب ولا ولا اي اي حاجه. حاجه. انتوا انتوا المره المره اللي اللي فاتت فاتت جيتوا جيتوا وصينتوا وصينتوا في في تفصيل تفصيل غلط، غلط، وبعد وبعد كده كده انا انا مش مش دلوقتي دلوقتي ما ما ينفعش ينفعش ما ما ينفعش ينفعش ان ان انا انا كل كل سنه سنه ست ست شهور شهور ادفع ادفع 150 150 جنيه جنيه زياره زياره وما وما تحلش تحلش المشكله. المشكله. انا انا شاري شاري الغساله الغساله دي دي من من 3 3 شهور شهور من من معرض معرض سمارت سمارت الفضالي، الفضالي، بعد بعد الثلاث 3 شهور شهور تبوظ تبوظ بعيب، بعيب، اللي اللي هي هي تفضل تفضل تنزل تنزل ميه ميه من من درج. درج. الدرج الدرج ده ده درج درج الغساله، الغساله، بعد بعد كده كده يجي يجي واحد واحد يحط يحط لي لي شويه شويه سيليكون سيليكون ويحط ويحط 150 150 جنيه جنيه ويمشي، ويمشي، وبعد وبعد كده كده يجي يجي تاني تاني عايز عايز برضه برضه يحط يحط سيليكون سيليكون ويحط ويحط نفسه نفسه ويمشي. ويمشي. كده 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 نظام نظام الشغلات. الشغلات. انا انا ما ما بقولش بقولش ان ان شركه شركه كذا كذا دي دي وحشه، وحشه، بس بس بالشكل بالشكل ده ده انتوا انتوا هتقولوا هتقولوا على على نفسكم نفسكم ان ان انتوا انتوا الوحشين. الوحشين. يعني يعني انا انا لما لما انا انا اكلم اكلم شركه شركه زي زي شركه شركه توشيبا توشيبا لما لما كانت كانت الغساله الغساله القديمه القديمه اكلمهم اكلمهم النهارده النهارده يقولوا يقولوا لي لي بعد بعد يوم يوم او او اتنين اتنين بالكتير بالكتير ويشوفوا ويشوفوا العطل، العطل، واحد واحد يتابع يتابع معايا معايا هل هل هو هو اتصلح اتصلح بصح بصح ولا ولا غلط، غلط، هل هل هو هو عجبك عجبك التصليح التصليح ولا ولا لا. لا. لما لما اقول اقول له له اه اه لا لا اقول اقول له له اه اه لا لا ده ده الراجل الراجل طلب طلب مني مني فلوس فلوس وما وما طلبش طلبش مني مني فلوس فلوس ليه ليه الكلام الكلام ده ده كله كله وادي وادي هي هي شركه. شركه. لما لما انتوا انتوا اول اول ما ما تكلموا تكلموا احنا احنا عايزين عايزين فلوس فلوس زياره زياره كام، كام، 150 150 جنيه جنيه عايزين عايزين فلوس فلوس تركيب تركيب 150 150 كل كل شويه شويه بدفع، بدفع، بس بس هل هل هي هي في في نتيجه؟ نتيجه؟ مفيش مفيش نتائج. نتائج. انا انا المره المره دي دي مش مش هدفع هدفع على على فلوس فلوس زياره زياره وهدفع وهدفع اي اي حاجه حاجه انا انا عايز عايز اشوف اشوف النتيجه النتيجه صح. صح. انا انا مش مش هتجيليش هتجيليش حاجه حاجه فيها فيها عيب عيب من من بره بره وبعدين وبعدين تيجوا تيجوا تكلموني تكلموني تقولوا تقولوا لي لي ده ده في في كذا 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 ولا ولا تيجوا تيجوا تكلموني تكلموني لا لا ده 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 العيب من من عندك عندك انت، انت، مش مش 3 3 شهور شهور والغساله والغساله عندي عندي تبوظ تبوظ وانت وانت عندك عندك كل كل حاجه حاجه متسجله، متسجله، يعني يعني كل كل حاجه حاجه متسجله متسجله في في الماسنجر الماسنجر عندك عندك من من بدايه بدايه من من قد قد ايه، ايه، من من 2019 2019 لحد لحد النهارده النهارده انا انا شاري شاري غساله غساله عشان عشان أخيرا. أخيرا. وأولا وأولا حضرتك حضرتك بتقولوا بتقولوا لي لي ده ده إن إن مركز مركز الصيانة الصيانة بيقول بيقول لك لك إحنا إحنا هنبعت هنبعت واحد واحد ياخد ياخد 150 150 جنيه جنيه وبعدين وبعدين يشوف يشوف يعمل يعمل لك لك المشكلة المشكلة مش مش عارف عارف إيه إيه وبعدين وبعدين تبوظ تبوظ تاني تاني فتبعت فتبعت ساعتها ساعتها بالشكوى بالشكوى وأقول وأقول لك لك ده ده كلام كلام مرفوض مرفوض تماما، تماما، مش مش من من ناحية ناحية حضرتك حضرتك من من ناحية ناحية إحنا إحنا كشركة، كشركة حاجة حاجة اسمها اسمها كده كده اللي اللي هيجيلك هيجيلك هياخد هياخد ال ال 150 150 جنيه جنيه دي دي يا يا يصلح يصلح عدل عدل يا يا ما ما يصلحش. يصلحش. تمام؟ تمام؟ دول دول حضرتك حضرتك ده ده لو لو هو هو الإصلاح الإصلاح فيه فيه مش مش نافع نافع يبقى يبقى حضرتك حضرتك بتطلب بتطلب استبدال استبدال الدرج. الدرج. تمام؟ تمام؟ الكلام الكلام ده ده يعني يعني الكلام الكلام ده ده أنا أنا بقوله بقوله لك لك أنا أنا بقوله بقوله لك لك بشكل بشكل غير غير رسمي رسمي تمام؟ تمام؟ بس بس أنا أنا بقول بقول لك لك الكلام الكلام الصح الصح يعني. يعني. دلوقتي دلوقتي أنا أنا عايز عايز أعرف أعرف إيه إيه آخر آخر حاجة حاجة وصل وصل لها، لها، المفروض المفروض إن إن مركز مركز الصيانة الصيانة يبعت يبعت لك لك حد حد ولا ولا إيه إيه اللي اللي حصل حصل دلوقتي دلوقتي يعني يعني أنا أنا برضو برضو ما ما تمعش تمعش في في الآخر الآخر إيه إيه اللي اللي هيحصل هيحصل يعني. يعني. بس بس أنا أنا في في جميع جميع الأحوال الأحوال أنا أنا هبعت هبعت دلوقتي دلوقتي لإدارة لإدارة خدمة خدمة العملاء العملاء لمدير لمدير خدمة خدمة العملاء العملاء هبلغه هبلغه باللي باللي حضرتك حضرتك بتقوله بتقوله لي لي ده ده كله كله وهبلغه وهبلغه إن إن مركز مركز الصيانة الصيانة ده ده كلمك كلمك بيقول بيقول لك لك أنا أنا أبعت أبعت لك لك حد حد يصلح يصلح ويعمل ويعمل لك لك مش مش عارف عارف إيه إيه وبعد وبعد كده كده تبوظ تبوظ فتبعت فتبعت للشركة للشركة تاني. تاني. لا لا الكلام الكلام ده ده مرفوض مرفوض أصلا، أصلا مفيش مفيش حاجة حاجة اسمها اسمها كده. كده. مفيش مفيش حاجة حاجة اسمها اسمها كده. كده. هو هو يجي يجي يصلح يصلح عادل عادل ليه ليه لما لما يجي يجي يعني يعني ده ده اللي اللي يقول يقول لا لا انا انا ما ما ده ده اللي اللي يقول يقول لا لا ده ده المشكلة المشكلة محتاجة محتاجة كذا. كذا.
فاولا انا بعتت له عليك طبعا عن بتاع مركز الصيانه ولا مركز الخدمه مثلا اللي مكلمني وقال لك، بس لو بس يعني امكن تعرفي اسم اللي قال لك كده وتعرفي اسم مركز الصيانه ومركز الخدمه اللي بعت حضرتك يعني او اللي جاي لك قبل كده يعني. انا اللي حصل دلوقتي وان جه حد كلمني الضهر وقال لي هتابع مع حضرتك، ايه المشكله؟ قلت له مشكله في الدرج، قال لي هتابع مع حضرتك. قلت له تمام. كلمته انا تاني قلت له انت هتتابع معايا انت هتجي امتى؟ انا في الشغل دلوقتي والمدام لوحدها في البيت، انا هتابع امتى؟ هتابع معايا امتى عشان اكون انا في البيت استاذن حتى من شغلي. فقال لي حد هيتابع معاك؟ قلت له طيب خلاص. رن عليا واحد تاني من مركز الدرج قال لي المشكلة عندك ايه؟ قلت له المشكلة عندي من كده من سنة وثلاث شهور حصل العطل ده وانتوا كده حطيتوا سلكو، انا عايز اغير الدرج. قال لي طيب ماشي مفيش مشكلة نغير الدرج، بس الاول لازم الاول نشوف الاول القصة هتبقى ماشية ازاي وندفع ندفع الاول 150 جنيه وهنشوف الراجل هيعرض عليه كده كمان يحط سيليكون رفض، هنبقى نعرض على الشركة نبعت للشركة نقول لها ده رفض مش عايز ان هو يصلح كده، يعني الاول اهم حاجة الفلوس وبعد وبعد القصة دي كلها هو كلمني قال لي قلت له لا انا لا رافض هدفع ولا مليم ولا اي حاجه، انتوا تيجي تغيروا الدرج يا اما ما تغيروش خالص وانا كده كده هكسر التوكيل، القصه مش التوكيل ده خلاص بس انا هكسر التوكيل واكلم حد من حمايه المستهلك وخلاص واقول لهم حصل واحد اثنين ثلاثه اربعه وانا غيرت كل حاجه على حسابي. ده الكلام اللي انا قلته، القصه مش هنا. قال لي خلاص انا هبعت ايميل للشركه واقول لهم ان هو رافض يدفع 150 جنيه وهم واحد هيتكلم معاك كله مفيش مشكله، انا مش مشكله يعني خلاص هتبعت ايميل. قال لي خلاص هتبعت ايميل، قلت له خلاص ابعت ايميل بقى وظبط الدنيا وخلاص تمام. وقلت ارجع تاني لحضرتك تاني لانك انت قلت لي الكلام ده ارجع لي لو في اي حاجه، انا بقول ان انا مش هدفع فلوس خالص يعني الاول لما كنت انا بفكر ان انا هدفع فلوس لو هو اتغير الدور انا دلوقتي مش هدفع ولا مليم تمام، لان انا بالشكل ده انا عندي كده خلاص وصل بيا المرحله ان شركه واير بول عايزه بس تاخد فلوس وخلاص ده هي. بس هو كلمني قال لي انا اهم حاجه انه هيعرض الاول المشكله هيشخص المشكله ويقول لي تمام هيحط سلكه وانا ارفض، مش هو قال لي لا ده هو هتبوظ وبعد كده يعمل، لا ما قالش هتبوظ، هو قال انا هرفض ان انا المفروض ارفض هيقول لي لا هنحط سلكه، انا اقول له ده الثاني اللي فات حطيت سلكه وباظ تمام، لا غير لي الدرج ويعرض على الشركه اذا كانت هتغير الدرج ولا مش هتغير الدرج. يقول لي الشركه بقى هي اللي تحدد اذا كنت مثلا حتى غير لك غساله انا ما عنديش مشكله، اغير لك مش عارف نص موتور ما عنديش مشكله، هي اللي تشخص وهي اللي هتقول لي وهي اللي هتعمل. ده غلط، ده توكيل كده غلط، انا اللي انا شايفه ده غلط، انا ما ينفعش يعني. بص انا اول ما كلمت اللي هو المركب اللي هو المكان اللي انا اشتريت منه الغساله انا كلمته كلمه واحده قلت له انت شايف ان ال جي كويسه قول لي هات لي ال جي كام ب 18000 ب 20000 مفيش مشكله انا عايز ان حاجه تريح بيتي، لقيت بقى عطل انا مش مهم عندي الغساله حتى لو كلها مصر بس هل المركز ممكن هيحصل فيها عطل بعد حتى شهر الاقي حد جنب مني خدمه ما بعد البيت، ده اللي انا محتاجه مش محتاج اي حاجه تانيه، اصل انا فاهم انا يعتبر تلات ارباع الشغل بتاعه اي تي، فانا فاهم القصه عارف ان ممكن يجي لي اللابتوب وممكن بعد شهر يضرب، بس انا عارف ان المكان ده عارف ان المكان ده هيصلحه لي ولا لا، انا عارف ان انا لما اروح مثلا اشتري طبعا من المكان ده عارف المكان ده هيقبل بعد سنه الطبعه دي او ده فيها عيب وهيعملها لي ولا لا، انا عارف الكلام ده كله مش فارق معايا ان انا اشتري حاجه حتى لو جايه لي من امريكا، انا عارف ان هي بعد كده خدمه ما بعد البيع نظامها ايه، خدمه ما بعد البيع نظامها كويس وكل حاجه كويسه خلاص، انا كده كده مريح دماغي نفس اللي انا اخترته في الغساله، ما كانش معايا فرق قصه الفلوس قد ما فرق ان انا الحاجه دي هل هي لو حصلت عطل زي ما كان بيحصل مع توشيبا الاجهزه اللي ثلاث ارباع اجهزتي في البيت توشيبا بيكلموني هل هو خد منكم فلوس؟ لا ما خدش فلوس مع اني بديله فلوس، بديله اقل حاجه بديها له 100 جنيه اللي هو الراجل اللي بيصلي وبشوف انت عايز ايه ويقول لي دي عايزه تغيير انا اغيرها لك مش هغيرها لك على حسابك ما فيش اي مشكله المهم صلح لي المشكله. طيب انا شايف ان حضرتك عميل متفاهم جدا وشايف ان حضرتك بتقول كلام مقنع جدا ده اولا، ثانيا
مفيش حاجة اسمها تصبيح كده. لو الدور بيستاهل يعني لو الدور جايب اللي فيه لازم يتغير يبقى لازم يتغير. ما يعني ما هو ما هو ما هو مش هيألف من عنده. تمام ده أولا. ده ثانيا يعني ثالثا انا زي ما قلت لحضرتك انا هبعت دلوقتي لإدارة خدمة العملاء هم طبعا اكيد يعني النهارده خلاص يعني إدارة خدمة العملاء لسه قدامهم شويه ما خلصوش بس قصة الصيانه اكيد خلص شغل يعني هم بيشتغلوا من السبت فانا هبعت لإدارة خدمة العملاء ان هم يهتموا بالمشكله وان هم يعالجوا المشكله على قصة الصيانه يوم السبت وحد من قسم الصيانه بقى يكلمك مش مركز الخدمه اللي كلم حضرتك ده لحد من مركز الصيانه من قسم الصيانه بتاع الشركه بتاعتنا احنا هو اللي يكلمك ويبلغك بالظبط ايه اللي لازم يتعمل بس يعني انا عايز اوضح بس لحضرتك حاجه صغيره جدا يعني هو حضرتك ما اعرفش بس المنتج بتاعك لسه في الضمان ولا لا بس هو حتى لو لسه في الضمان هو لما بيبقى في كسر او اي حاجه الكسر ده بيبقى خارج الضمان ده انا بس ده توضيح لحضرتك مش اكتر يعني الكسر بيبقى خارج الضمان تمام انا مش يعني انا مش موافق على فكره ان هم يهموا ان هم فلوس 150 جنيه والكلام ده الكلام ده مرفوض حضرتك لما تدفع 150 جنيه بتدفع رسوم الزياره بس رسوم الزياره دي مش رسوم تشخيص يعني رسوم الزياره دي بتبقى للحل او حتى لو كانت هي اول مره بتبقى تشخيص وبعد كده بيبقى حل مش لازم هو بيحل لك يدفع تدفع 150 جنيه تاني مفيش حاجه اسمها كده فهو زي ما قلت لحضرتك هو لو حاجه كسر هتبقى خارج الضمان بيقضي بقية التكلفة بس زي ما وضحت لك انا هرجع لقسم لإدارة خدمة العملاء وهبلغهم ولو لقيت ان في امكانية ان مدير خدمة العملاء يكلم حضرتك بنفسه النهارده لو لحق يعني او يوم السبت ان شاء الله في حد من قسم الصيانة بتاع الشركة هيكلم حضرتك وصدقني يا فندم انا يعني مقتنع بحضرتك جدا وانا معاك ومحتاج المشكلة بنفسي ومش هتيجي من المشكلة غير لما تتحل تمام وتتحل بشكل يرضيك ان شاء الله يعني بس يعني طبعا انا بعتذر لحضرتك طبعا عن اي سوء فهم واي ضرر حاصل بس ان شاء الله بس اهم حاجه انا اللي يهمني ان المشكله تتحل ما يهمنيش موضوع الفلوس ما يهمنيش 150 جنيه ما يهمنيش كده كله انا كل اللي يهمني دلوقتي ان المشكله تتحل وتتحل نهائيا مش تتحل اللي هو يعني حاجه كده دلوقتي وخلاص يعني بعد كده يجيب بوست تاني بس عايز ابلغ حضرتك حاجه صغيره انا بلغت اداره خدمه العملاء ومدير خدمه العملاء بلغ مدير الصيانه ومركز الخدمه اللي كلم حضرتك والفني اللي قال حضرتك الكلام ده المركز بالمدير المركز بالفني هيتحولوا للتحقيق لان الكلام ده زي ما وضح حضرتك هو الكلام غير مقبول تماما طيب والاجابه اللي انا خدتها من مدير قسم الصيانه ان بيتم عمل تعديل على الدرج وده فول اوثرايزيشن او بموافقه كامله من شركه ويل بول نفسها ويل بول الام وان شاء الله على يوم السبت هيجي ثاني حضرتك يعمل التعديل ده ولو الموضوع هيشتغل تغيير الدرج احنا هنعمل كده بدون تدخل من حضرتك وبدون تدخل من الفني حتى لغايه حضرتك وهنكمل استبدال الدرج لو الموضوع يستدعي بس هو طبعا هيعمل التعديل اولا تمام وده زي ما قلت لحضرتك موافقه كامله من شركه ويل بول نفسها ويل بول الام تمام وزي ما قلت لحضرتك انا طبعا مش حاجه بنفسي وزي ما قلت لك انا تعاطيت المشكله لدور لمدير خدمه العملاء هو مدير الصيانه نفسه وزي ما قلت لك برضو ان الفني والمركز الصيانه هيتحولوا للتحقيق لان الكلام اللي قاله حضرتك كلام غير مقبول وطبعا في حد كمان عندنا قسم الصيانه هيتابع مع حضرتك وهيتابع مع حضرتك وزي ما قلت لك هيعمل تعديل للدرج ولو الموضوع يستدعي استبدال الدرج هنعمل استبدال الدرج من غير اي تدخل من اي حد ولا من الفني ولا من حضرتك وحضرتك ما تقلقش خالص المشكله حضرتك هتتحل ان شاء الله باذن الله وما تقلقش خالص صدقني انا تابع المشكله نفسي وافضل متابعها لحد ما تتحل بالشكل اللي يرضي حضرتك طبعا الكلام ده كله بلح تمام هو طبعا خلص وبتاع وكلمنا حد من حماية المستهلك وكلمنا حد من عندهم وكلمنا حد تاني وكلمنا حد تالت وكلمنا حد من حماية المستهلك تاني وكلمني قال لي واحد كلمني برضو من حماية المستهلك بيقول لي ايه البقاء لله قلت له ليه يا باشا
قال لي انت مات لك حد؟ اصل انا بكلمهم بتوع حمايه المستهلك بقى، انا بكلمهم قالوا لي ده احنا كنا رايحين وهو عنده حاله وفاه، فقلنا لا ناجل الموضوع. والله العظيم. فخلاص تمام يا باشا، ما فيش مشكله. دي اول مشكله. خلاص بقى انا اتاقلمت وبتاع، وبقيت احط سيليكون في البتاع الغساله ومتاقلم خلاص. طبعا دي المشكله بقى القديمه، خلصناها بقى وقعدنا كتير لحد ما جت واحد من الشركه وظبط الدنيا وخلصت ويا باشا زي الفل. المشكله الجديده بقى، ادي اللي هو الورقه ده بتاريخ، ده بتاريخ كام بقى عشان تشوفوا؟ اتنين كام؟ هو بصوا بتاريخ يعني حاجة تلاتة، واحد تلاتة، 23/2/1. هو مش 2/1، هو كان في شهر تلاتة. المهم جه في شهر تلاتة، في 1/3 او ده 15/3 حاجة كده. المهم في 1/3 جاء الراجل، جيت انا ايه لقيت ان الغساله بتجيلي حاجه اسمها F06 والموتور ما بيلفش. المهم جيت مكلم خدمه العملاء، قلت يا عم بلاش مشاكل، ده الناس دي اساسا بيمشوا فاهمني تاتا تاتا، يا عم انا اعمل ايه؟ اشوف هو جايز موضوع هي ضربه موتور، لان هي الموتور ما بيلفش. طب اعمل ايه يا عم؟ اكلم خدمه العملاء، يا عم ادفع لهم اللي هم عايزين يدفعوه وبعد كده يشوفوا هما يغيروا ايه، الغسالة لسه في الضمان. المهم جالي فعلا الفني بعد اسبوعين، انا بلغت النهاردة جالي بعدها باسبوعين، يعني بلغت 1/3 مثلا جالي 15/3. وحد من خدمة العملاء عندهم بيكلمني، واحدة كده قالت لي يا فندم هو ما وصلكش حد من عندنا؟ قلت له لا، المهم المفروض ان هو يكون جالك. لا ما جاليش. المهم سايبه لحد ما كلمني حد يوم، يعني هو كان الكلام ده كان يوم الخميس، يوم السبت حد كلمني. طبعا كان معايا واحد اسمه حاتم، عرفته من خدمه العملاء بتاعت واير بول، فمن اللي من من اللي هو الفرع، لان هم مكسوفين مني، لان انا جارهم يعني، اللي انا اشتريت من عنده الغساله يعني. فاداني حد من خدمه العملاء. المهم كلمته، كل ما يكلمني اصبر شويه، هات اللي مش عارف، هات مش عارف ايه، وهات، فضل برضه ايه بيحايل معايا كده شويه. المهم جالي حد فعلا من خدمة العملاء، راجل محترم جدا، بس ما كانش من عندهم، كان من صيانة توشيبا. كان من صيانة توشيبا، حتى هو عندهم صيانة توشيبا وصيانة كذا حاجة، كان المركز ده. المهم جالي راجل قمة الأدب والاحترام، وكنت أنا مستغرب يعني، فقلت أكيد ده مش من عندهم. لقيت، لأ لقيت حد، وحد فاهم جدا. قال لي يا فندم خلي بالك الغسالة بتاعتك دي فيها الصمام عايز يتغير، وفيها الكارتة ضربت تقريبا. قلت له تمام. قلت له يعني هو مش مطور؟ قال لي مش مطور، وما كنتش موجود في البيت، كنت مسافر. المهم بكلمته في التليفون، يا باشا اللي انت عايزه، شوف انت عايز ايه. بس بجد يعني راجل كان قمه الادب والاحترام. خلصت الموضوع معاه، قال لي هاخد الكارته واديها لايه، للشركه. الكلام ده كان يوم 15/3، في نفس اليوم كنا في رمضان، خد الحاجه. النهارده كام؟ النهارده 10/5. قعدنا كتير يعني، احنا كنا بنتكلم في ان احنا لسه في اول رمضان، في اول 10 ايام من رمضان. عيدنا كل ما اكلمهم، طبعا خدوا الكارتة في اول رمضان، كل ما اكلمهم يا فندم احنا بنجرب الكارتة يا فندم عشان تفضل ايه ما تبص منك. ماشي، ده احنا جبنا كارتة جديدة ومش عارف ايه. كل ما اكلم خدمة العملاء، فماشي بس انا عارف ان انا دلوقتي عندي كارتة بايظة، اروح اجيب كارتة، الكارتة يبقى معاها حل على الاقل كارتتين كارت، والكارتة راح اجربها في الـ في الـ في البتاع في الصي في الـ في الغسالة، تمام وخلص الموضوع، مفيش كلام، كارتة جديدة. لحد ما دماغي قالت ده هما بيصينوا الكارتة يا عم ولا ايه، ده الناس دي اساسا ما عندهمش قطع غيار، ده الناس دي معفنة بتوع واير بول دول ولا ايه. المهم قلت مش مشكلة. المهم جيت بعدها، بعد رمضان والعيد وخلاص وعيدنا، اكلم في حاتم ده، حاتم يقول لي ايه، يقول لي والله ده احنا لسه طالعين، ده احنا لسه مش عارف ايه. المهم بعد رمضان باسبوع، الاسبوع اللي بعده كلمني حد يوم الحد، تخيلوا يوم واحد كلمني واحد حد يوم الحد، صحاني من النوم كده، كنت انا ايه بنام متاخر، صحاني الساعه 12، فبيقول لي ايه انا من خدمه ما بعد البيع واير بول وبتاع، وانت عندك غساله والحكايه والرؤيه. قلت له تمام زي الفل، انت زي الفل كده، ايه القصه؟ قال لي والله يا فندم انا عايز اقول لحضرتك حاجه، ان اللي احنا جربنا فلقينا ان الكهرباء عليت عندك فضربت الكارته، فدي هتبقى على حسابك ب 5500 جنيه. قلت له يا حلاوه.
قلت له ده انا راجل شغال في البرد والحاجات دي. قال لي بجد؟ قلت له اه. عايز افهم حاجه، لما يبقى جهاز ضربت فيه كهرباء عاليه مش هيقوم، او كهرباء واطيه مش هيقوم، مش هيضرب مقاومه بعد ما يعدي التيار الكهربي نفسه. بقيت انا واقف مستغرب له. راجل قال لي طب انت كلم حد من اللي هم بتوع الصيانه اللي صينوا وقول له الكلام ده. يعني طب انا خلي اكلم خدمه العملاء يوصلك بحد من دول؟ تخيل، تخيل الدماغ. المهم هي القصه، القصه عندي ان عندي الغساله بتجيب لي رساله F06 وما الموتور ما بيلفش، فلو الكهرباء عليت الموتور الكارته دي هتضرب كلها. الكارته ما ضربتش، الكارته ما ضربتش، الكارته في مقاومه ضربت في النص اللي هي مسؤوله عن انها تلف الموتور او حاجه زي كده بس. يعني عايز كارتة جديدة من الشركة، ده الطبيعي، ده المنطقي، ان يعني انا اروح اجيب كارتة جديدة، لان هما العقد بتاعهم ان هما يصينوا لي الحاجة. طبعا ده كله، طيب انا خلاص خلصت الكلام ده يا عم، نقول مثلا من شهر فات الكلام ده، النهاردة 10/5 بعد العيد في 2013، انا لحد النهاردة عدى شهر كمان. هما طبعا انا بلغتهم بايه في المكالمة؟ يا عم انا قلت ارجع الكارتة واشوف الدنيا هتبقى ماشية ازاي، وتبقى الكارتة زي ما كانت بتجيلي F06. خدوا بقى الكبير، انا بقالي شهر دلوقتي كل ما اتصل بيهم، يا فندم الكارتة وصلت كفر الشيخ، يا بنت يا فندم الكارتة في كفر الشيخ، يا فندم وصلت بالفعل الكارتة، مش عارف شهر كامل. ليه يا جدعان؟ هو ايه ده؟ انا بروح القاهرة لكفر الشيخ في 3 ساعات، ولحد النهارده ما حدش كلمني. يعني النهارده 10/5 ما حدش كلمني. اللي عايز اوصله لكم ان انت حد عايز يشتغل، يعني يشتري حاجه من واير بول او باناسونيك، هي بنت 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 فولتا. يعني الشركه دي الشركه فعلا ما عندهاش اي قطع غيار، ما عندهاش فعلا اي قطع غيار، وفعلا فعلا صيانه زباله. ان يعني الواحد بيتكلم لو في حتى صيانه، انا باظت من عندي سخان في مره، مش عارف اسمه اوبو حاجه زي كده. يعني المهم ان السخان ده والله العظيم كلمت الشركه، قالوا يا فندم انا الحله ضربت. طب قلت لهم الحل ده هي لسه في الضمان. قال لي يا فندم معلش هتدفع 200 جنيه وهنغير لك كل حاجه، هنغير لك سخان من اول وجديد 200 جنيه بس اللي انت عايزه، وعايزين نصير لك الحاجه دي هنصينها لك، هنجيب لك حله بس الحله ضربت، احسن لك تدفع 200 جنيه. دفعت مش عارف 200، كانوا 240 جنيه ورضيت الناس اللي هنا. اشتريت يعتبر حاجه جديده ويعتبر بضمان جديد. ايه ده؟ قال لي كل بيقول لي احنا اهم حاجه عندي سمعه المكان، سمعه الجهاز الكهربي اللي عندك. اما انا اللي شفته في فاير بول بصراحه يعني لو قلت ان هم سوقوا فعلا شركتهم، فعلا شركه اسوأ شركه في مصر.